شكرا للزميل العزيز محمد، وشكر كذلك موصول للكباتن هناك في الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في كل مكان. طاب مساءكم هنا عبر قنوات بي ان سبورتس في هذه المباراة وفي هذه المواجهة الكبيرة المنتظرة التي تجمع بين إشبيليا والريال، أو بين الريال وإشبيليا، كون أن المباراة هنا تأتي في معقل وفي ملعب سان لونين. لدينا فيرناميندي في مسرح الريال في مسرح البيرنا. الكرة هنا تصل من الجهة اليسرى إلى خارج أرضية الملعب إلى كامافينجا للإيقاف. أعتقد بأن الريال قدم نظر يمر الآن، يحتضن نواي في بطولة الدوري، وكذلك قتل فيني من اليسار. فيني هنا كرة ملعوبة أمامية، انطلق الريال مر بكرة، لا يزال العمل من خلالها، لكن هناك السقوط بدون أي قرار يأتي، ثم إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية للريال، رمية جانبية لمصلحة الملكي، لمصلحة ريال مدريد. هنا لاحظ هنا رودريجو الذي يمر والذي يأتي بهذه الكرة التي من خلالها كان يريد أن يسدد، لكنها الكرة أبعدت. وبعد ذلك دار من الجهة اليسرى أمامية، كرة ملعوبة أمامية، خطير، الله، إنسيري كاد أن يسجل أول الحكايات، كاد أن يظهر بأن إن كان لبلينغهام مساحة أرض إسبانية خالصة في العاصمة ماذا؟ الله، هنا على كرة ملعوبة، الله، أغمض عينيك، تخيل ما تريد، لك ما تريد، تخيل المزيد، لك ما تتمنى، فالانتماء أساس الحكاية، أنت من اخترت الريال، لذا عليك أن تسعد اليوم، عليك أن تسعد غدا، عليك أن تفرح اليوم، عليك أن تفرح غدا، يا الله. على مجريات المباراة إن أقر، لا 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 لا، حية بعد ذلك، كرة للأمام، خطير، الله، قوية الكرة الماضية، لكن هناك خطأ ومخالفة في الكرة الأخيرة، حكم المباراة يشير على وجود ماذا؟ لاحظ مرة أخرى هنا لمصلحة فينيسيوس، ذلك كان القرار على كل. رودريجو هنا مر، يعبر بكرة خطيرة هنا أمامية، وبعد تكتل كبير من جانب عناصر إشبيليا، بكرة ملعوبة للأمام لمصلحة سعيد للأمام، هنا عرضية أمامية خطيرة، هنا المحاولة وصلت إلى نظر حارس المرمى، وبعد ذلك صافرة موجودة وخطأ لمصلحة أتلتيكو مدريد. وأتحدث عن على كرة ملعوبة من اليمين، خط وراء لإشبيليا من جديد بعرضية مرسلة خطيرة، أعتقد بأن فيها وعليها وسط الميدان صراع كبير، ثم عودة توني والصافرة والخطأ على الريال، خطأ على الريال لمصلحة أوكامبوس، لمصلحة يمر في نيابر بكرة أمامية ورقية المرسلة الخطيرة، كرة تعود الآن من اليسار، كرة إذا للأمام، يمر هنا بكرة أمامية، مر البرباني بعد لقبه في الموسم قبل في وسط الميدان، كرة هنا للأمام صافرة موجودة، قرار يأتي لحكم المباراة يشير على خطأ الريال، هذه محاولة تسديدة تأتي لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية، إلى خارج أرضية الملعب، لكن القيمة هي القيمة. الريال في 2018 يعني قبل كم سنة ما يقال عن ريال مدريد، واجه الريال في ثم بكرة ملعوبة أمامية، خطيرة العرضية، خطيرة المحاولة، مرت هذه الكرة بعيد، الكرة الماضية ذهبت إلى كل، كرة تعود الآن بمحاولة، الكرة المقطوعة الأمامية، ثم عادت، ثم كرة، ثم خطأ، ثم ردت فعل مجنونة لتوني كروس، يا الله، حضر هنا على كرة داخل منطقة قاضرة، بينما هنا كرة أمامية خطيرة، رودريجو هنا يمر بكرة للأمام، لكس بعرضية مرسلة خطيرة، هنا المحياز يعبر الجهاز بكرة ملعوبة، الله، يا لها من كرة، يا لها من كرة، يا تشواميني مرت وعبرت، بفيني يحاول بعرضية خطيرة، عوبة أمامية وصلت للأمام بكرة عرضية خطيرة، يا الله، مرت عبرت ذهبت تلاشت انتهت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى قادمة لمصلحة إشبيليا، لكن عينك على فينيسيوس، كم من المشاهد التي مرت وحضرت لمصلحة الريال، لكنها عبر، كيف بإمكانه أن يصل لمرمى الجهة اليمنى، يأتي بالعرضية المرسلة الخطيرة وصلت إلى النلم، نلت حارس المرمى، 4 دقائق يتراجع ويعطي مجالا للريال، ثم فالفيردي وانقضاض، لم يتمكن، العرضية المرسلة الخمامية، فالفيردي تسديد، الله الله، يا فالفيردي، كرة كانت قريبة
انتصار الحكاية كلها، اختصار شوط المباراة الأول. يا فالفيردي بكرة عابرة عابرة هنا للمساحات، وبالتالي حارس المرمى تمكن من التعامل رائعا. إشبيليا والريال بعيدا عن ستاتي الصافرة تذهب إلى السباق واللحاق بهذه الكرة. فينيسيوس ياتي بعرضية للأمام في شوط المباراة الثاني، وهنا الرد شوط المباراة الثاني هنا في ملعبي تأتي العرضية. الله وصل الريال لكنها تمنعت، كاد أن يصل لكنها رفضت، اقترب من المرمى لكن لمصلحة ريال مدريد يغيب اليوم كارفاخال. شوط المباراة الثاني، الكرة هنا للأمام من اليسار يمر إلى رودريغو بعرضية خطيرة للأمام لوني، وتؤكد بأن آخر تعادل كرة من الجهة اليمنى، ثم هناك محاولة خطأ لمصلحة إبراهيم دياز ولمصلحة إشبيليا. المباراة اليوم لا تحتمل أي تعادل، فتاريخيا التعادل لم يسجل في الكثير من المرات وفي الكثير من المواجهات التي جمعت بين الفريقين. تصعيد أمامية ملعوبة للأمام، خليها تغير الشيء الكثير. طال نزل هنا بكرة أمامية خطير. الله على فرصة على محاولة من جانب إشبيليا. التواجد مع كمدرب لريال مدريد يتقدم يحاول بكرة ملعوبة. الله 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 لا 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 لا، ما كل هذا يا رودريغو، عبر بكرة رائعة 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 رائعة، كان قريبا من أن يسجل هدفا رائعا هدفا رائعا يا رودريغو. يا إلهي لم يكن محظوظ، لم نكن محظوظين للكبير على هذا الأمر. كرة ملعوبة أمامية من جانب الريال من الجهة اليمنى، طالت على فيني طالت على الريال طالت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. يا لها من لحظات، من ثواني هنا تمر من زمن هذه المباراة. فينيسيوس الذي كان قريبا من إرسال كرة في البعيدة، فيني مر فيني عبر فيني كرة ملعوبة. الله يا ساتر، أوه على كرة هذه المرة حتى ميندي من تدخل، حتى ميندي من تدخل في اللقطة الماضية. من كان يطالب، من كان يطالب بالعمل، بينما هنا في فيني فيني يحاول الكرة ثم العودة والصافرة يا إبراهيم دياز. أنت لم تحاول. توني أمامية، توني للأمام لكن أيدي الذي كلما تقدم للأمام ومصلحة إشبيليا طويلة هنا للأمام. ريال مدريد فينيسيوس هنا يمر ولكن هاي عن في هذه الجولة للأمام الآن، ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب حكم المباراة كارلوس فرنانديز عبر بكرة ملعوبة أمامية. الله كرة ملعوبة أمامية تسديدة، ولكن نيلاند نيلاند في المكان المناسب النرويجي قال لا من أمام المعلقة. الكرة هنا الملعوبة باعتماد كبير على من الاقتراب في حالة من الرغبة في حبرات لوكا 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 لوكا. الله أنا لا أقوى على ذلك يا لوكا، لا أقوى على استعادة ذكريات المونديال، على استعادة ذكريات الأرجنتين، على استعادة ذكريات اليونايتد في الأبطال. يا الله أتى وأبى ألا يخرج هنا بلمحة بلمحة سعادة وبإضافة سعادة وبجرعة سعادة. يا الله على لحظات ننهزم أمامها، على لحظات لا نقوى عليها على أهداف.